أهلا بكم. إذا كنت ذلك الشخص الذي لا يحب تناول الأدوية أو ممن يكرهون التردد على المستشفيات كلما شعروا بالألم في مكان ما في أجسادهم، فيسعدنا أن نخبرك بأن هناك دراسة حديثة في علم الاسترخاء. فمن خلال بحث قام به عدد من العلماء، اتضح أنه عن طريق تحفيز نقاط معينة في أصابع اليدين يحدث توازن للطاقة في جسم الإنسان، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية للشخص. ووفقاً لتلك النظرية، فإن كل إصبع من أصابع اليد يرتبط مع جهاز معين أو أعصاب معينة في الجسم، ومن خلال الضغط على الإصبع المطلوب أو عقده باتجاه معين لبضع دقائق ثم التنفس بقوة، ستتخلص من آلامك الجسدية والنفسية في غضون دقائق. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض معكم كيفية استخدام تلك الطريقة للتخلص من الآلام، ابقوا معنا. التوتر والشعور بالإحراج. هل تخشى التحدث إلى الجمهور في محاضرة أو في اجتماع أو حتى عندما تكون في مقابلة عمل يتوقف عليها مصيرك؟ وأحياناً قد تتصبب عرقاً إذا واجهك ظرف مشابه؟ وللتخلص من ذلك الشعور السلبي، يقول العلماء إن كل ما عليك فعله هو فرد أصابعك إلى الأمام مع الضغط على الجزء الخلفي ما بين السبابة والإبهام، وتكرار الأمر عدة مرات، وسيزول التوتر والشد العصبي وتصبح أكثر ثقة بنفسك. وهناك طريقة أخرى للتخلص من التوتر، وتكون بوضع الأصابع أسفل العين وأعلى عظمة الفك، وبعدة ضربات خفيفة بأطراف أصابعك على أسفل العين حتى أعلى طرف عظمة الفك، ستختفي المشكلة تدريجياً. الصداع. ماذا تفعل إذا أصابك صداع مفاجئ أثناء عملك أو دراستك أو أثناء قيادتك على الطريق وأنت عالق في زحمة المرور؟ إليك حلاً سحرياً بعيداً عن تناول الأقراص المسكنة التي ربما يكون ضررها أكثر من نفعها. كل ما عليك فعله هو الضغط على طرف إصبع الوسطى لمدة 30 ثانية مع تكرار العملية مرتين، وستفاجأ بزوال الصداع أو على الأقل ستشعر بتحسن ملحوظ. الإجهاد العصبي. إذا كنت ممن يعانون من الإجهاد العصبي والتوتر والمشاعر المضطربة وتحصرك الضغوط عادة لدرجة الشعور بالحاجة إلى البكاء وتبحث عن مكان تختبئ فيه من أعين الناس، فهناك طريقة بسيطة وسهلة للتخلص من تلك المشاعر السيئة. إليك الحل في عدة خطوات بسيطة. خذ نفسا عميقا، ثم قم بفرد ذراعيك للأمام مع فرد الأصابع. ضع كلا من إصبع السبابة والوسطى والخنصر من اليد اليسرى في اليد اليمنى، وفي المنطقة التي تقع على بعد 1 سنتيمتر من المعصم، وفي منتصف المرفقين وفي الوسط بين الأوتار، ضع إصبعك على تلك المنطقة، ثم قم بالضغط عليها لمدة دقيقة واحدة إلى أن تشعر بالألم، ثم توقف وكرر الأمر 3 مرات على التوالي، وبشكل لا يصدق سوف تشعر بتحسن مذهل في حالتك النفسية، وسيختفي التوتر والقلق. تقنية الديم ماك. تلك النقاط السحرية في جسم الإنسان والتي يمكنك استخدامها لعلاج الآلام، قد تستغل أيضاً لإلحاق الضرر به. على سبيل المثال الإبر الصينية، والتي تعتبر علاجاً مفيداً يعتمد على الوخز بالإبر في نقاط معينة من الجسد، وعلى الجانب الآخر الفنون القتالية الصينية مثل الكونغ فو، وخصوصاً التقنية القديمة المعروفة بضربة الديماك أو نقطة الموت، وهي ضربة قاتلة توجه للإنسان في نقطة معينة فتفقده الوعي أو قد يموت في الحال. ويقول العلماء أن تلك الضربة تعتبر بمثابة نوبة قلبية قوية، وتعتمد رياضة الدفاع عن النفس تلك في الأساس على فكرة الطاقة الداخلية، والتي هي وفقاً للثقافة الصينية تدفقات طاقية داخلية تسري في أجسامنا في اتجاهات معينة وتتجمع في نقاط محددة في الجسم، وهي أيضاً ذات تأثير إيجابي على صحة الإنسان، ويمكن أيضاً استغلالها لإنهاء حياته. وطريقة الديماك الشهيرة تلك قد تم تطبيقها في الكثير من أفلام هوليوود كالفيلم الشهير كيل بيل 2، عندما قامت كيدو باتريك بقتل بيل باستخدام 5 أصابع وبتوجيه ضربة إلى القلب،
ولكن لأن القلب يعتبر واحداً من أهم وأخطر أعضاء الجسم، فهو محمي بالرئتين والحجاب الحاجز والقفص الصدري، مما يجعل ضربة كيدو باتريك التي وجهتها لقلب بيل بهدف قتله ربما تكون غير فعالة بعض الشيء. شكراً على المشاهدة، وننتظر آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي لإفادة الجميع. وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.